ودلوقتي هنعمل مع بعض كيكة بالبسكوت الشوكولاتة. ازاي هنعملها؟ عايزين كيكة من اي وصفة من وصفات كيكات الشوكولاتة اللي عملناها مع بعض هنا كتير، فعايزين كيكتين يكونوا مش كبار، وعايزين 10 من بسكوت الشوكولاتة ومطحون طحناهم اهو زي ما انتم شايفين، طحناهم بالكريمة اللي فيهم، وعايزين 100 جرام زبدة طرية، 200 جرام جبنة كريمي، من 3 ل4 كوبايات سكر بودرة منخول، وعايزين للوش 16 من واحدة تقريبا من بسكوت الشوكولاتة، وعايزين كوباية من كور الشوكولاتة، ونص كوباية من الشوكليت شيبس الأبيض، و250 جرام شوكولاتة مذوبة، وأي حاجة أنتوا عايزين تحطوها على الوش. طيب أول حاجة هنحط الزبدة اللي عندنا، هنخفقها بس شوية كده، وهنحط دلوقتي الجبنة الكريمي، وبعدين هنبتدي نضيف السكر البودرة حبة حبة. ابتدى عندنا الخليط يتخن شوية، هنحط كمان حبة من السكر البودرة، هي بتاخد من 3 ل4 كوبايات تقريبا. نحط كمان بس نوصل للسمك اللي بنحس منه ان احنا بنقدر نغلف الكيكة بتاعتنا والكريمة تمسك، نبقى احنا كده وصلنا للسمك المظبوط. نشوف كده، يعني بنقدر نحط بقية السكر، محتاجة شوية كمان، فهي أخدت تقريبا كده 3 كوبايات و3/4. كده ممتازة. هناخد دلوقتي البسكوت المطحون اللي عندنا وهنحطه على الخلطة اللي احنا عملناها دي هنا، وهنخلط كله مع بعضه. شوفوا بقى القوام تخن كده بقى كويس، يعني ممتاز، خلاص مش عايزين نحط اكتر من كده. طيب ناخد بقى شوية من الخليط بتاعنا، ممكن ناخد نجيب احسن كيس حلواني، هنحشي الكيكة وهنغطيها بالكريمة اللي عندنا. طبعا الكريمة دي طعمها لطيف جدا، لان اولا فيها البسكوت المطحون، ولان فيها كمان الجبنة، يعني ما هيش كريمة زبدة بس، هي كريمة زبدة بالجبنة.
فبيبقى طعمها ألطف من الكريمة الزبدة العادية. خلينا بقى من الاول نحشيها، وبعدين تقدروا تحشوها طبعا على ثلاث طبقات مش بس اثنين، يعني نقطعها مرتين مش بس مره. ناخد بقى الكيكة التانية اللي عندنا ونحطها عليها. طبعا زي ما قلت بتقدروا تعملوها على يعني تقطعوا دي مرة ومرة ومرة، تلات طبقات مش بس طبقتين. انا بس عايزة اوريكم الفكرة. هنغطي كل الكيكة عندنا بالخليط ده. نبتدي نفردها ونغطي كمان الجناب. كده نبقى احنا غطينا الكيكة. هنروح بقى دلوقتي نجيب الشوكولاتة السايحة اللي عندنا. وهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ناخد شوية من البسكوت اللي احنا مجهزينه للوش وهنكسره ونحاول كده نحطه تحت على الاطراف بتاعت الكيكة. خلاص يعني التزيين بقى زي ما انتوا بتحبوا، يعني ممكن كده نحط تحت هنا على الطرف. ناخد السكينة أو المقص ونقطع هنا ونحط من الشوكولاتة اللي عندنا كده على، عايزين نحط شوية على الأطراف برضو.